سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل تطبيق ويبلي. تحسينات على الأداء: نقوم بالضغط هنا على ضغط الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيقات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على تطبيق ويبلي، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الموافقة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على مكان التخصيم، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على مسح تخصيم مؤقت، بعدها سوف نقوم بإيقاف إعادة تشغيل الواي فاي خاص بكم، من ثم سوف نقوم بالذهاب إلى متجر جوجل. هنا سوف نقوم بالبحث عن تطبيق ويبلي صفدا على الشكل. عندما تجدون هنا تحديد، قم بضغط عليه وسيتم تحديد تطبيقكم ويبلي. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات.